والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. إلى جميع المشاهدين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندعو الله عز وجل أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومنبره كذلك في المسجد وكان مع صحابته رضي الله تعالى عنهم جميعا صعد المنبر وكان منبره على ثلاث درجات فكان في كل درجة حين يصعدها يقول آمين ثم الثانية يقول آمين ثم في الدرجة الثالثة يقول آمين والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يسمعون ويرون لشدة حبهم وتعلقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلاحظون أي حركة زائدة وأي قول على غير العادة كانوا يلاحظون هذا الأمر ويسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت كذا ولما قلت كذا فعلى غير العادة كان صلى الله عليه وسلم في كل درجة يقول آمين على غير عادته صلوات ربي وسلامه عليه فسألوه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما قلت يا رسول الله في كل درجة أو على كل درجة تصعدها تقول آمين فقال حين صعدت في الدرجة الأولى جاءني جبريل عليه السلام فقال لي يا رسول الله قل أو فقال لي يا رسول الله رغم أنف وفي رواية خاب وخسر رغم أنف من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فقل يا رسول الله آمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين فالذي دعا هو جبريل عليه السلام وما أدراك ما جبريل عليه السلام أمين الوحي والذي أمن على الدعاء هو خير الخلق وسند الحق محمد صلى الله عليه وسلم لنتبين يا عباد الله ونريد أن نأخذ الفائدة من صعوده صلى الله عليه وسلم في على درجته الأولى ومن قوله آمين فشهر رمضان يا عباد الله حقيقة رغم أنفه وخاب وخسر من أدرك هذا الشهر فلم يغفر له هذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب وتغلق فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب فإذا لم يدخل الإنسان جنة الله عز وجل في رمضان وأبواب الجنة مفتوحة فمتى سيدخل الجنة وإذا لم ينجي الإنسان نفسه من النار ما سلكش روحه من النار في شهر رمضان وأبواب النار مغلقة فمتى بالله عليكم ينجي نفسه من هذا من النار ومن جحيمها فشهر رمضان إذن فرصة يا عباد الله فرصة للتغيير فرصة لأن يجدد الإنسان علاقته بربه ويجدد علاقته بكتاب ربه ويجدد علاقته بأوامر ربه سبحانه وتعالى فعلى الواحد منا وهذا هو أصل الإنسان المسلم أو حري بالإنسان المسلم المؤمن الموحد أن لا يدخل عليه شهر رمضان كما دخل عليه شهر شوال أو كما دخل يدخل عليه شهر رجب أو أي شهر من الشهور القمرية والهلالية لا بد في رمضان أن نصنع التغيير هذا الشهر العظيم الذي لم يذكر الله عز وجل اسم أي من الشهور إلا رمضان لا نجد في القرآن الكريم شهر شوال ولا ذو القعدة ولا ذو الحجة ولا ربيع الأول ولا ربيع الثاني ولا أي شهر من الشهور إلا شهر رمضان ذكره الله عز وجل في كتابه باسمه فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا الشهر الذي نحقق فيه أحب عبادة إلى الله عز وجل ألا وهي عبادة الصيام وهي أول عبادة فرضها الله عز وجل على الإنسان
لما أمر الله تبارك وتعالى نبيه آدم ألا يأكل من الشجرة وألا يقربها، يعني أن يصوم عن أكل الشجرة. ولهذا قال العلماء هذه عبادة يحبها الله عز وجل، ففرضها أول ما فرضها على الإنسان على أبينا آدم عليه السلام. وفي هذا الشهر كذلك في عبادة الصيام أو بعبادة الصيام التي كما قال العلماء هي أطول عبادة، الصلاة تصليها في دقائق معدودة، الزكاة كذلك نؤديها في دقائق معدودة، الحج كذلك نؤديه في أيام معدودة، إلا عبادة الصيام الواحد فينا يصوم تقريبا 16 ساعة، عبادة طويلة جدا، ويصوم ويفعل هذه العبادة مدة شهر كامل، هذا دليل كذلك على حب الله عز وجل لهذه العبادة. فالإنسان إذا صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا لا شك كما قال صلى الله عليه وسلم سيغفر الله له تبارك وتعالى ما تقدم من ذنبه أو ما تأخر من ذنبه. إذن فحري بالإنسان المؤمن أن يستغل هذا الشهر لكي يفوز ويحوز بجنة عرضها السماوات والأرض. والشقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصعد على المنبر قالها جبريل رغم أنف من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، فقال جبريل يا رسول الله قل آمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، فلا شك أنه دعاء مجاب ومستجاب. ندعو الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.